كتير بيحصل على المسرح انه في ادوار ما بتتمثلش الا بقناع، لازم طبعا البطل يرتدي قناع عشان يلعب الشخصيه دي، عشان يلعب الدور ده، عشان يمثل الشعور ده. في مدرسه معينه اكيد بتعتمد على الاقنعه بالمسرح، اكيد سلاف بتعتمد الاقنعه في ادوارها في الحياه. ما رح سمي قناع، بس هو بالنسبه لي شيء متعب. عندي مشكله يعني بلشت بالسنوات الاخيره شوي انا انتبه لها وحاول اعالجها بنفسي، اني دائما بخاف على زعل الاخرين ولو على حسابي. فهذا الموضوع عذبني، بتلاقيني بتجنب او ببعد او بنعزل لفتره لحالي او بتعب بشكل جسدي، بمرض اني انا حتى لو انا تضايقت من شخص ما فيني اعبر حتى هو ما يزعل مني. فبنكفئ. هذا الانكفاء عمل لي مشكله حقيقيه يعني لدرجه كبيره. فهو مو قناع بقدر ما هو مراعاه الغير على حسابي. عم حاول اتخلص من هذا الشيء هلا بهذا الوقت بشكل او باخر. انا هلا حاليا افضل من الاول، بس لسه موجود لأنه هو طبع، بس عم حاول أتخلص منه. إيه الوش اللي بتلبسيه عشان تخبي إنك متضايقة أو إنك مشاعرك مجروحة أو إنك مستاءة من شيء حصل بس مش عايزة إحساسك يوصل وتزعجي اللي قدامك؟ هو مو وش ولا قناع، بس يعني عندي هيك نعمة إنه أنا ضل مبتسمة حتى لو كنت زعلانة. ما بحس إنه أنا بيوم الأيام حطيت وش، ولا مستعدة إني أنا حط وش أو قناع كرمال الآخرين. أنا بخاف على زعل الآخرين، بس ما مستعدة أنه أنا كذب أو نافق، لأنه ما في شيء مستاهل أني أنا أبذل مجهود لحتى أنا نافق للآخر. أنا برفض الأقنعة وأنا ما رح أبذل مجهود لحتى جمل نفسي. أنا كما أنا.